متابعين معكم مشاهدينا، ومثل ما بنعرف انه اليوم هو اليوم العالمي لليوغرت، كرمال هيك رح نستقبل معنا ميرا حشفة رح تحكي لنا اكثر عن هالموضوع. هاي مينا. هاي. ميرا كيفك؟ منيحة صبا، انتو كيف؟ نحن كثير منيح. هلا اكيد بعدني بلا غدا وانت بعدك بلا غدا واليوغرت صار اكلنا نقزي وشو بدك اليوم؟ صرنا بنجنن نحن وكل وحدة فليفر وريحتهم بتشهي. هلا كمان اليوم العالمي مش لازم نستعمل التليفون، ولكن بنوقف التليفون بلش باليوغرت ناكل يوغرت. اوكي ناكل يوغرت. لكن اخترنا نحن هالموضوع لانه مثل ما سبق وحكينا اليوم العالمي للفروزن يوغرت، وكثير في اشخاص تسالنا عنه لانه بحبوا يتناولوه كسناك. نعم. فاول شيء بس نحب نعرف شوي شو هو الفروزن يوغرت. هو نوع ديزرت، يعني نوع حلو مسقع مثل الايس كريم. نعم. تقريبا. أوكي. ولكن الباز تبعه يعني معمول من لبن بدل ما يكون معمول من من الكريم. يعني البوزه هي اجمالا فيها حليب وكريم كرمال هيك بتنصح كثير. مزبوط. اليوغرت هون بيكون فيه لبن والحليب بدل ما يكون فيه الكريم. يعني صحيا اليوغرت يعني تنقسم الامور، يعني صحيا اليوغرت اهم من البوزه واحسن من البوزه لانه الفات البوزه كثير فات البوزه اكثر. مزبوط. يعني اذا حتى شوي الديفرنس بيناتهم او الفرق بيناتهم، اول شغله ككالوريز رح نحكي شوي كالوريز. كل تقريبا كبايه فروزن يوغرت عم نحكي بلا التوبينجز اللي عليهم، يعني بلا الفواكه اللي عليهم، هالكميه هيدي تقريبا فيها 230 كالوري. بينما كبايه البوزه فيها توصل لل 275 كالوري. 230 كالوري و 275 يعني في 50 كالوري تقريبا. في تقريبا 50 كالوري. أوكي. فرق. هلا ككالوريز يمكن ما بنشوف كثير في فرق، ولكن في فات صار. خلينا نشوف الفات. يعني بكبايه ايس كريم اذا بدك فينا نوصل ل 15 جرام فات منهم، يعني وزياده في عندنا تقريبا 9 جرامات دهون مشبعه اللي هي الدهون اللي منها منيحه. اوكي بحط بوزه بحياتي. صح. بينما هون عم نحكي مش اللو فات ايس كريم، اكيد عم نحكي الايس كريم العادي. ايه هلا ما بامن فيها كثير بس اوكي. لا هي طبعا محضره بحليب قليل الدسم، ما بيبقى بنحط لها كريم كثير. ولكن الفروزن يوغرت هون منه نحن تقريبا عم ناخذ بس اذا بدك 6 جرامات من الدهون منهم 4 مشبعين. لا منيح. فهون عم نحكي عن سناك صحي يعني فيه اخف دهون من الايس كريم. بس ميرا مش الكل يمكن بيتقبل الفروزن يوغرت لانه قد ايه عم تحكي انه كالوريز قليل وفات كميه الفات قليله. انت وعم تاكلي اليوغرت بتحسي دسمه، بتحسي فيه دسامه. ايه وبتحسي شوي لانه الفليفرز اجمالا هن فواكه ومش كل العالم بتحب الفروتس. يعني في عالم بتحب تاكل ايس كريم تتلذذ بطعمه الكريم او بهالطعمه. يعني لا بصراحة انا ما بتاكلي؟ انا بفضل الايس كريم. الايس كريم بس انت عادة الفروزن يوغرت؟ بس هو عم نحكي كمان يعني كفات اكيد فيه اقل دهون من الايس كريم العادي. صح. وفي شغله كمان نسينا نحكي عنها هي قصه السكر. يعني في اشخاص بيفكروا لو هو الفروزن يوغرت هو نون فات او اوقات بيكون لو فات ولكن فيه سكر. يعني تقريبا نحن بالكوب فينا نوصل ل 30 جرام من السكر. ايه فنحن مش بس يعني وقت نحكي كالوريز ما لازم بس نفكر بس بالفات او بس بالكالوريز، لازم نفكر كمان بالسكر. يعني بيحتوي على نسبه سكر كمان كثير عاليه الفروزن يوغرت. فمرضى السكر كمان ما كثير بيقدروا يتناولوه بكميات كبيره. يعني مش انه نحن بنشوفه لايت ام شيء بس معلش ما بيكون فيه سكر، لا فيه كميه سكر، فيه كميه سكر. وهلا اكيد في موجود كمان شوجر فري فروزن يوغرت، يعني بيبقى محضر بمحلى اصطناعي. أوكي. بدل ما يكون بنحط له سكر عادي بيبقى محضر بمحلى اصطناعي. اوكي يعني فينا نلاقي شوجر فري فروزن يوغرت. هلا وبالنسبه للتوبينجز كمان ميرا كان بدي احكي عن هذا الشيء. هلا نحن قد ما بدنا نحن بنزيد الكالوريز بالفروزن يوغرت. يعني اول شيء الكميه اجمالا بنلاقي بالمحلات في سمول ميديوم لارج. نعم. يعني في اشخاص بيتناولوا اللارج اكبر وحده يعني اكبر حجم وبيحطوا عليه توبينجز. يعني احنا بس نروح تنشتري فروزن يوغرت بنلاقي فواكه ولكن بنلاقي كمان زياده توبينجز اللي بنحطه على الفروزن يوغرت كثير دسمين مثل الشوكولا مثل الكورن فليكس اللي فيه كله فيه سكر. هذا كله فيه عم بتزيد. صح. سو هون في اشخاص بيتناولوا مثلا الحجم الكبير وبيحطوا عليه اكثر من 4 توبينجز. يعني هون تقريبا نوصل كبايه تصير 500 كالوري. يعني عم نحكي عم نزيد سكر. فافضل توبينج نزيده على الفروزن يوغرت هو الفواكه
الفواكه. نعم اكيد بكميات صحيه اكثر وفيها سكر اقل. مزبوط. يعني نحن اذا بدنا ناخذ سناك بنقدر ناخذ سمول كاب فروزن يوغرت نحط عليها تقريبا شي 2 فروت توبينجز، هون بنكون تقريبا عم نتناول 150 كالوري. اوكي كثير، لانه السمول كاب بيجي اصغر من هيدا، بيجي تقريبا قد نصه. يعطيك الف عافيه ميرا وينعاد عليك. شكرا لك من محبي الفروزن يوغرت. كمان مثل انت انا بكثر هيك دسامه ما بتحبوها. صحتين كارلا، انجوي. ثانك يو ميرا، نلتقي فيك الأسبوع الجاي إن شاء الله. ملأ مشاهدينا بريك صغير ومنتابع.